إن التنمية حاليا سواء في الصناعة التحويلية، في الصناعة الغذائية، في الفلاحة، في الشركات الناشئة الستارت اب. بالنسبة للستارت اب كنا احنا بالتقريب الدولة الأخيرة في قارتنا الإفريقية، اليوم أصبحنا من الأوائل. ونطمح إلى ما أكثر إن شاء الله. ولما أقول تعاون الجزائري الروسي، فنحن نعلم وأصدقاؤنا الروس يعلمون كذلك أن فيه إمكانيات هائلة بالنسبة للتحويل التكنولوجي، بالنسبة للتكامل، بالنسبة للسياحة، بالنسبة للفلاحة، بالنسبة كذلك للعلوم الدقيقة.